لو الحكاية فيها إن فيتو الشعر
تخرجوا من الست 8 شهور لسنه تعمل جلسات للمحافظه على النتيجه دي بتبقى على طول. يعني لازم برضو مش ما فيش حاجه اسمها لازم نهائي، لا دي استنى ما فيش نهائي اكيد نهائيا، دي على فكره مش موجوده في اي حاجه في الدنيا نهائيا، ده احنا بنعمل حاجات محافظ ما بعد كده اللي هو المينتنس اللي احنا عملناه بشكل اسرع او مكثف. في حاجه بنحافظ بيها في كل حاجه بقى، في التخن في الليزر في ان احنا بنكبر كمان مش بنصغر، يعني لو بصيتي للبشره والتجاعيد والكلام ده يقول لك اعمل حاجه مره وخلاص، طبعا كل 6 شهور كل 3 شهور كل سنه هتيجي، لان احنا في حاجات هتطرق علينا من عوامل الجو الاسترس التغذيه كتير قوي، هنحتاج ان احنا نعمل حاجات لبشرتنا نحافظ بيها على البشره حتى لو هنكتب شويه كلمات.